أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء سموه الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه السيد هديكي إيتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين مساء أمس بفندق الريتز كارلتون بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد 85 لجلالة إمبراطور اليابان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جلالة إمبراطور اليابان وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الياباني الصديق بدوام التقدم والازدهار. وأشار سموه بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين مملكة البحرين واليابان وما تشهده من تطور وتنام مستمر في شتى المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع اليابان وفتح آفاق جديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب السفير الياباني لدى البحرين عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين واليابان، مؤكدا حرص بلاده على تنمية مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين.